الحياة، الحياة عبارة عن أبيض أو أسود، يمين أو شمال، فوق أو تحت، كل واحد شايفها بطريقة. في اللي فاكر إنه لو اختار الأبيض هو الصح، وفي اللي فاكر إنه لو اختار الأسود هو الصح، وفي اللي بيترجم إن كلمة يمين دي معناها إنه كويس، وفي اللي بيترجم إن كلمة شمال معناها إنه شمال، وفي اللي فاكر إن كلمة فوق معناها إنه عالي، وفي اللي فاكر إن كلمة تحت معناها إنه مش موجود. يحصل إيه لو جمعنا بين كل الكلمات دي؟ مخليناش يبقى في فرق بينهم، خلينا الأبيض زي الأسود. بس أهم حاجة المضمون، يمين أو شمال مش هتفرق، بس تعرف إيه الصح وتعمله. يمكن يكون اللي قدامك شايفها شمال وإنت شايفها يمين، بس لو ركزت وعكست المكان هتلاقوا إنكم إنتوا الاتنين صح. فوق أو تحت برضه مش هتفرق، المهم إنت بتعمل إيه. لو كل واحد ركز على الفرق بين الكلمات يبقى هنختلف دايما ومش هنعمل حاجة. ياريت الفرق ما يبقاش على الكلمات، يبقى على التصرفات.